السلام عليكم. اليوم شويتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم لازانيا على الخفيف اللي غادي تكون خفيفه وظريفه بالنسبه للمبتدئين. هنا ان شاء الله ما غاديش نخدم فيها الخضر بزاف. فايت ليا انني نزلت لكم لازانيا كانت بجميع الخضر اللي غادي ندير لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. هاد اللازانيا كتجي خفيفه ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا عندي بالنسبه للعناصر اللي غادي نحتاج في هذه اللازانيا هذه، عندي هنايا الكفته تقريبا ما يعادل واحد 300 غرام حتى 250 على حسب نتوما اللي عندكم توفر. بغيتو تخدموها ديال الدجاج اولا تخدموها ديال اللحوم. هنا عندي جوج طاسات ديال السلطات، عندي كذلك واحد البوروية وحده اللي بورو اولا بوروية، عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وعندي واحد الطاسه ديال مطيشه اللي تقريبا 500 غرام كتهز. بغيتو نتوما ديروها بمطيشه عاديه اولا هذا غادي ديروها تطحنوها ومن بعد غادي تسلقوها وتطحنوها مزيان، ومن بعد غادي ترجع لكم جاريه. صافي هنايا مطيشه من بعد ما طحنتها غادي نخليها على جنب. غادي نقبض اول حاجه، غادي ناخذ هاد البصله هذه اللي غادي نقطعها مكعبات يعني مشلضه، كنقطعها كامله وكذلك كنقطع حتى البوارو. بالنسبه لهاد اللازانيا هذه كتكون هي بهاد الخضر هادو. انا غادي نحط لكم تحت الرابط اسفل الفيديو الطريقه الثانيه اللي انا فايت لي منزلها في القناه يعني بالخضر كلها. هنايا غادي نقطع البوارو كذلك حتى هو بحال طريقه البصله، ومن بعد ضفت المقله اللي راها كتسخن ليا بالزيت اللي ضفت لها، بغيتو الروميه اولا البلديه كتجي عاديه. صافي هنايا من بعد ما غادي نكملهم كاملين غادي نقبطهم وغادي نرميهم فوق ديك الزيت اللي انا مسخناها باش يتشحروا لينا في الاول. هنا غادي نرمي البصله وغادي نخليها كتشحر واحد شي شويه 8 دقيقه تنزل لي واحد شويه. من بعد غادي نرمي عليها الكورجيت اللي هي غادي نقطعها حتى هي مربعات. هنا غادي نقطع الكورجيت اولا القرعه الخضراء اللي غادي نقطعها حتى هي مكعبات بهذه الطريقه هذه، وكنكونوا حنايا دايرين البصله شاعلين عليها من قبل ونوليو نرميو عليها هذه الخضره هذه كامله. الكورجيت دائما كتجي زوينه في لازانيا، غادي تجربوها وغادي تعجبكم حتى نتوما بزاف. بغيتو تزيدوا شي حاجه اخرى كيمكن لكم، انا عطيتكم الفكره وانتم كملوا من عندكم. صافي هنايا من بعد ما كنشحر البصله اللي فايت ليا درتها غادي نضيف عليها القرعه اللي ولا الكورجيت اللي قطعتهم مكعبات، كنخليهم ينزلوا شي شويه ماشي بزاف طيبوا الخضره، انا ما كنبغيش نطيبها بزاف. صافي هنا كندير هنايا ضمات البنه اللي معروفه ديال الخضر. هنا غادي نضيف ديك المكعب ونولي نشحرو حتى هو مع داك الزويته اللي ضايفين، ما كنديرش العطريه دائما كيف كنقول لكم. هنايا عندي الكفته غادي نضيفها كامله وغادي نبقى كنشحرها مع داك الخضار كامله حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وكتدخل ليها نص طيبه. صافي هنا غادي نضيف داك مطيشه اللي هي والثومه، غادي نخلطهم هنايا وغادي نضيف عليهم واحد الحك صغير ديال المطيشه اولا تقريبا راح جوج معالق كبار حتى ثلاثه ديال المطيشه بيوري، يعني ما كنضيفوش الحمريه ديال الفلفله الحمراء، كنضيفوا غير هذا اللون هذا المطيشه باش كتعلق هذيك لازانيا، هذا هو سر الحكمه ديالها. هنايا غادي نضيف بالنسبه للعناصر العطريه، عندي الابزار، عندي سكينجبير، معلقه كبيره مع امراج ديال السكينجبير، ومعلقه نص معلقه كبيره مع امراج ديال الابزار. هنا غادي ندير الثومه والملح، ماشي الثومه، غادي ندير الكوزه والملح. صافي وغادي نشحر كلشي هكذا. هنا غادي ناخذ تقريبا واحد كاس صغير ديال الماء غادي نزيدو لها، مهمه هذه خصنا تجينا خفيفه لازانيا ما كتكونش ثقيله العقده ديالها ديال الكفته. غادي ندوزو هنايا المرحله الثانيه ديال البيشاميل. البيشاميل غادي ناخذ واحد تقريبا خذوا 50 غرام حتى المعلقه كبيره ديال الزبده بالنسبه للي ما عندوش العبار، كنخليوها كدوب مزيان. منين كتذوب كنضيفوا لها معلقه كبيره كذلك ديال الفرص يعني الدقيق الابيض، وغادي نخلطوها. تكون المعلقه ماشي الحجم الكبير يعني حجم متوسط، كنخلطوا هذيك الزبده مع داك هذا باش كطيب لنا واحد شي شويه. صافي هنايا من بعد غادي نقبض، غادي نضيف عليها الحليب تقريبا واحد جوج كيسان الحليب صغار ما صافي لا غير. من بعد غادي نسمها بشي شويه ديال الابزار وشي شويه ديال الكوزه والملح، كان بغيتو ديروا غبره ديال الثومه كيمكن لكم ديروها. هنا كي قلت لكم غادي نبقى نحركها حتى غادي نحصل على البيشاميل ديالي.
وغادي توجد ونحطها، يعني ما تصوبوها في ديك الساعه اللي غادي تكونوا غادي تديروها في الحشوه، يعني في لاصوص باش ما تقصح لكمش اولا تعقد، كتكون مازال الحراره فيها كتكون مازال خفيفه، ولا تقلت لكم في احتمال زيدوها الحليب اولا زيدوها شويه الماء. صافي هنايا من بعد ما وجدت كلشي كناخذ داك لاصوص اللي هانتوما شفتوها من بعد ما طابت، كنطلقها هي الاولى تلقى وحده ما كيبقى حتى شي حاجه. من بعد كنجيب البيشاميل اللي راها اللي وجدنا مازال سخونه، وغادي نوليو نسرحوها فوق ديك لاصوص ولا داك الكفته اللي صوبنا مع الخضر، كنديرو غير شي شويه ماشي بزاف. ومن بعد غادي هذه عندي واحد تقريبا واحد الوجبه سريعه، ماشي انني دايرها ما بين الاوقات، ماشي اللي درتها في العشاء اولا في الغدا، هي ما بين الاوقات. هنايا غادي نرش الفروماج يعني، وغادي نفستف ديك الورقه ديال لازانيا. الورقه ديال لازانيا راه كنشريها انا اللي كتكون طايبه واجده، راه كتواجد في جميع المحلات، كتكون هكذا اولا كتكون بحال الزيكزاك، نتوما على حسب اللي بغيتو. انا كنفضل هذه، هذيك الزيكزاك كتكون مربعه، هذه كتكون مستطيله كتساعد دغيا. هنا غادي نضيف كذلك عاوتاني لاصوص يعني الحشوه نفس الطريقه كيف درت في الاولى، يعني تقدروا ديروا هنايا في النسبه للازانيا يمكن لكم ديروا بزاف ديال الطبقات عاليين، يعني من 3 ل 4 حتى ل 5 طبقات ماشي مشكل. انا هنايا تقريبا درت غير واحد جوج طبقات كافيين، يعني قلت لكم غير ما بين الاوقات يعني اكله سريعه. صافي هنايا غادي ندير نفس الطريقه، غادي ندير بيشاميل كذلك، غادي ندير في الفرماج وغادي نغطيها، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه كامله. وغادي ندير الجبن وغادي ندير نفس الطريقه اللي درت في الاولى، كنشرح مزيان ليكم باش تفهموا. بالنسبه للبنات يعني هذه راها كطيب تقريبا الا دخلناها الفران تيكون شاعله لنا على درجه 180، منين كندخلوها كتطيب على 180 حتى ل 200 مده ديال تقريبا واحد نص ساعه حتى ل 35 دقيقه، وما تغطيوهاش. انا ما تنحتاجش نغطيها، يعني العافيه ما تكونش مجهده بزاف، 180 صافي من الفوق ومن التحت حتى كطيب لكم على خاطرها، وكيطلق لكم داك تطيب ديك الورقه من الداخل. علاش؟ لان حنا مخففين الحشوه، ها علاش كنخفوا الحشوه بهذه الطريقه اللي باش كيطيب لنا الورقه، يعني الا كانت الحشوه ناشفه راه الورقه ما كتبغيش تطيب لكم، حنا عندنا الغرض انها تطيب لنا الورقه وكتشرب ديك المريقه ديال داك لاصوص اللي عندنا. صافي وغادي نديرها بنفس الطريقه، غادي ندير كذلك البيشاميل وغادي ندير الفروماج وندخلها الفران كي قلت لكم طيب من الفوق من التحت حتى توجد لينا. كتجي رائعه صدقوني انكم غادي تجربوها، وبنفس القوام اللي عطيكم بالنسبه للعطريه ما تزيدوش من راسكم، يعني العطريه اللي كنقول لكم دائما اللي بزارو سكين جبير هو اللي انجح وصفه اللي كتجي لذيذه، ما تدخلوا لا كمون لا فلفله حمراء لا حتى شي حاجه، وهكا كتجي رائعه. صافي هنايا غادي نديرها على هذا الشكل هكا صافي، وغادي ندخلها الفران ونتلاقاو من بعد فاش غادي تخرج ان شاء الله. هنا بعد ما خرجتها من الفران ها نتوما شفتوها كتنفخ، كتجي رائعه وكتجي لذيذه، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. دابا غادي نقطع لكم بواحد الطريف باش تشوفوا من الداخل كي كتجي. صافي هنايا غادي نقطعها على حسب افراد العائله الاشخاص اللي عندكم نتوما، كي قلت لكم يمكن لكم ديروا عاليه تكونوا حاضره، انا درت باللي متوفر عندي وبغيت نشارككم بهذه الوصفه هذه، يعني لازانيا اللي شحال من واحد راه ما تيعرف لهاش، كتجي بابسط الحاجات هكذا كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي معلكه معلكه. وكنضرب لكم موعد ان شاء الله مع وصفه جديده، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.